نقدر نقول سبب تاني من أسباب التجسد إنه بسبب سقوط الإنسان دخل إلى البشرية أبشع عدوين للبشر، الخطية والموت. روميا 5:12، من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. والخطية دخلت ولم تظل ضيفا مؤدبا لكنها ملكت واستشرت وسادت، فحولت الجنس البشري اللي الله خلقه حر صاحب سلطة، حولت البشر إلى عبيد. وطبعا المسؤول هو الإنسان. سبب كل هذه المصيبة، نقول بملء الفم، دي مصيبة كارثة سببها إنسان. يعني وضح شوي أكتر. والخطية طبعا امتلكت، لكن هاي الخطية ابتدأت، كان لها بداية. نعم، احنا بنتكلم عن التكوين، سفر التكوين. نعم، خطية آدم وحواء. نعم، لما آدم سقط وعصى الله فهو اختار أن يدخل مبدأ العصيان والتمرد ضد الله في نفسه وبالتالي في كل جنسه. بنسميها الخطية المحسوبة. يعني يا أخي نزار، حضرتك الجد جنسيته إيه؟ جد حضرتك نعم. الجنسية بتاعته فلسطيني. فلسطيني، مش كده؟ هل جدك هاجر إلى كندا؟ لا لا. طب حضرتك ليه اتولدت في فلسطين؟ ليه؟ لأنه جدي وأبوي فلسطيني. فلسطيني. ولادك ليه هيتولدوا كنديين؟ عشان حضرتك خدت قرار. نعم. فالقرار اللي خدته مش بس أثر فيك، لكن هيؤثر في مين؟ في كل النسل. نفس القصة، آدم لما سقط ما كانش قرار يؤثر فيه بس، يؤثر في كل صلبه، في كل نسله. فهو اختار أن يدخل مبدأ التمرد والعصيان ضد الله.